طب خلينا نروح ل يعني الفترة الجاية، يمكن عندنا مباريات مع النادي الأهلي، عندنا لسه استعدادات، الدوري هيجي بدري عشان الانتخابات اتأجلت، شايفة الفترة الجاية ازاي؟ طبعا يعني احنا بنبتدي من دلوقتي، احنا ابتدينا نستعد بماتشات وديه شويه، ابتدينا لعبنا ماتشين وديين الفتره اللي فاتت جوه النادي، يعني من بنلعب ساعات لفرق من الولاد الصغيرين، فطبعا بتكون المنافسه علينا، هم بيضربوا طبعا شبكتهم بتبقى اعلى مننا بكتير، فطبعا بيكونوا عنيف شويه علينا، او بيكون ماتش صعب بنستفاد كتير جدا منهم. لعبنا معاهم ماتش ولعبنا مع فريق الاصغر مننا، وان شاء الله يمكن في اليومين خلال اليومين الجايين دول هنلاعب فرق من بره، يعني من المنافسين في الدوري، بس وان شاء الله يعتبر اخر الشهر ده هنبتدي ان شاء الله منافسات الدوري. يعني طب الاهلي يمكن لما بتلعبوا ماتش بيبقى بتلعبوا زي، هل بتلعبوا كل القايمه؟ يعني هل بيبقى زي ماتش رسمي ولا بتجرب، يعني كابتن حمدي بيجرب كل اللاعبات؟ هل بيصعد حد؟ يعني هل الماتش بيبقى زي ما بيقولوا بيست اوف، يعني احسن بيست اوف 5 في العادي، ولا ممكن تلعبوا بيست اوف 7؟ لا مفتوح. مفتوح لغايه الوقت طبعا لما بيخلص، وبيحاول طبعا كابتن حمدي انه يشارك كل اللعيبه، بيطمن طبعا على كل اللعيبه واصله لفين، واللعيب الجاهز واللي مش جاهز، وفي طبعا معانا لعيبه كتير مصعدين من 16 ومن 18 سنه، فبيحاول ان هو يديهم وقت كتير يعني في الملعب، فيعتبر في الماتشات الودي دي يعتبر الفريق كله بيشارك فيها يعني. طب المحترفه، هل الملف ده شويه حد جه وما كانش برده موفق، ما كانش يعني بالمستوى المطلوب فتم تغييره، شايفه لسه الاخبار ايه؟ هل في حد قريب جاي؟ الدنيا ماشيه ازاي بالنسبه للمحترفه؟ اعتقد ان الفتره الجايه لسه هيجي لنا محترفه جديده، اللي كانت معانا لعبت معانا اخر السيزون اللي فات اللي هو كان بتاع كورونا ده، دي خلاص مشيت، فاحنا منتظرين بقى ان شاء الله المحترفه الجديده يعني.